أنا أمينة الساعي، إحدى مؤسسين لحلم وانطلق إحدى المشاريع مهمة جدا اللي احنا اشتغلنا عليها، ودلوقتي بتتحول ان هو يكون شركة لوحدها عشان نقدر نساعد الاشخاص من ذوي الاعاقة ان هي تقدر تعرف مدى الاماكن المتاحة بالنسبة لهم على حسب الاحتياج الخاص بيهم. وطبعا فكرة انطلق ان هي بتساعد الشركات ان هي اولا تقدر يبقى عندها اتاحة انها توصل لماركت كبير جدا او سوق كبير جدا. يمكن شركات كتير ممكن ما تبقاش عارفة ان في اكتر من 15 مليون شخص من ذوي الاعاقة، ده غير أسرهم وأصحابهم. فبالتالي لو أي حد استخدم الابليكيشن هيقدر بسهولة أنه يقدر يعرف مدى إتاحة المكان ليه. طبعا بنقدر ندور على حسب المدينة والمكان والإتاحة. طبعا بيبقى فيه ريفيوز، يعني ممكن تلاقي الناس كتبت من المستخدمين تعليقات بتوري أكتر هو المكان ده متاح فعلا ولا لأ. ده غير ان في خريطه بتوري المكان بالظبط بتاع المحل فين، ومعلومات عن الوصول ليه بسهوله، وبيقدر الشخص يقدر يقيم المكان. فده طبعا نفس المعلومات دي بتكون متوفره بشكلين مختلفين، جزء من الناس اللي بتقيم الابليكيشن نفسها او المستخدمين، وجزء منه الفريق بتاع انطلق نفسه ان هو بينزل يعمل فيريفيكيشن ويقدر ياكد مدى صلاحيه المعلومه دي.